ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي معاكم لفقره استوديو الحبيب. نرجع بقى للأهلي وكاس عالم للأندية والحاجات اللي طلعنا بيها من البطولة والحاجات اللي عايزين نطورها ونشتغل عليها الفترة اللي جاية، خصوصا وإننا عندنا دوري أبطال أفريقيا وهنكمل الدوري وبطولات تانية كتير. فإحنا معانا ومنورنا في الاستوديو الحديث النهاردة الناقد الرياضي محمود ضياء. محمود أهلا بيك. أهلا بيك يا أمير. إزيك؟ منورنا. ربنا يخليك. أنا من المتابعين ليك. والله ده حاجة شرف. والله ربنا يخليك يا أمير. والله عايزة أعرف منك كده رأيك في مشوار الأهلي الماتشات اللي فاتت. الأهلي عشمنا بشكل أكبر في البطولة دي، تعشمنا إن احنا نوصل النهائي. لعب مباراة ممتازة جدا في رأيي قدام ريال مدريد، تدل إن احنا معانا مدرب كويس جدا هو مارسيل كولر، اللي أعتقد إن محتاج الدعم أكبر في الفترة اللي جاية سواء من ناحية الجماهير أو حتى من ناحية الصفقات في سوق الانتقالات. فدي أبرز شيء خرجنا بيه من البطولة في رأيي الأهلي، إن احنا عندنا مدرب جريء ظهر بشكل كويس قصاد أوكلاند وسياتل ساوندرز ريال مدريد وحتى قدام فلامينجو، رغم إن هو غير ست عناصر أساسية في التشكيلة عن لعب قدام ريال مدريد. فدي ابرز واهم نقطه ايجابيه في رايي من البطوله دي. الحاجه اللي ممكن تواجه الاهلي في اللي جاي بشكل اصعب هي الارهاق، لان احنا لعبنا اربع ماتشات في 11 يوم، طبيعي في عناصر لعبت كل الماتشات دي فاكيد هتكون مرهقه. خرجنا منها كمان بان احنا في حاجه دايما ان الاهلي يستغل الفرص اللي بتجيله، دي نقطه مكرره في الاهلي في الفتره الاخيره، اعتقد انها محتاجه تدخل بشكل واضح لو مش على اطار اللعيبه على اطار التدعيمات في الفتره اللي جايه. يمكن اللي انت كنت بتتكلم عنه دلوقتي ده موضوع الارهاق، خلينا نتكلم عن السفر من طنجة أو طنجة للرباط والعكس، ماتش ريال مدريد وبعده فلامينجو. هل شفت أنه السفر ده أثر على أداء اللعيبة عليهم جسديا في الماتشين؟ هو طبيعي ان الاهلي ما بعد ما يخرج من مواجهه ريال مدريد اي فريق، خصوصا لو انت كمان كنت واضح من كلام كولر ومن كلام اللعيبه كلام حتى مترجم كولر ان الفريق كان متحضر بشكل قوي جدا لمواجهه ريال مدريد، وان هو كان في هدف ان احنا نحاول نعمل المعجزه دي ونتخطى ريال مدريد. فبعد ما طبيعي بعد ما انت تبذل كل ما عندك في ماتش زي ده والنتيجه تكون عكس ما انت منتظر، فطبيعي الناحيه المعنويه اولا الموضوع بيتاثر بشكل كبير جدا. من الناحيه البدنيه شفنا الجول الثالث بتاع ريال مدريد، هو واضح جدا ان لعيبه الاهلي استنفذت كل طاقتها في المباراه. فما بعد كده طبيعي ان انت تشوف تراجع بدني. ولكن خلينا لو هنبص للشيء الاهم في رايي يا هند، هو ان الاهلي لازم يبص لدوري ابطال افريقيا، هو ده الهدف الاهم. طبيعي احنا هدفنا ان احنا نحقق البطوله الناقصه للاهلي في كل البطولات الممكنه، وهي الفوز بكاس العالم للانديه او على الاقل الوصول للنهائي وبالتالي ميداليه جديده فضيه. ولكن لو ده ما اتحققش فطبيعي عشان نوصل للمحاوله دي مره ثانيه هي ان احنا نكسب دوري ابطال افريقيا. فالهدف والخوف دلوقتي في الفتره دي او في المباراه الجايه او تحديدا قدام الهلال السوداني هي الارهاق اللي عانى منه بعض اللعيبه، على راسهم في رايي علي معلول اللي لعب اربع ماتشات في 11 يوم في سن زي ده، واضح جدا عليه الارهاق. طيب محمود، خلال الفتره التدريبيه اللي فاتت كلها بتاعت كولر استقبلنا 7 اهداف، في الماتشين بس اللي فاتوا 8 اهداف، عايزاك تتكلم معايا وتقول لي ايه السبب. بصي خلينا نقول ان في فرق قدرات كبير ما بين المنافسين قدام الاهلي في الدوري المصري او في دوري ابطال افريقيا وما بين المنافسين العالميين، ده اول واهم نقطه. ممكن خلي بالك ده السؤال ده كل مشجعين الاهلي وكل الجماهير بتساله، ليه في ماتشين 8 اهداف؟ فده اللي انا عايزاك توضحه كده ايه بالنقط. دي اول حاجه زي ما بقول لك فرق القدرات، نتكلم في بين لاعب الدوري المصري او دوري ابطال افريقيا وما بين كاس العالم للانديه الفرق مرعب. نتكلم في ريال مدريد بطل اوروبا، فلامينجو بطل كوبا ليبرتادوريس، وان كان الاهلي ظهر بشكل افضل في اغلب فترات الماتش، فده لا يعني لا ينفي قيمه الفريق بشكل كبير، ده اول حاجه. تاني حاجه الاخطاء الفرديه، يعني احنا لو حطينا الثمان تجوان دخلوا في الاهلي في الماتشين، الجول الاول هي غلطه مشتركه ما بين اليو ديانجو ومحمود متولي، الجول الثاني هي غلطه في خروج الكوره، الجول الثالث والرابع هو ارهاق، لعيبه الاهلي انتهت بدنيا، وده في رايي مش حاجه نلوم عليها اللعيبه، خلاص هو بذل كل ما عنده ومش قادر يقدم اكتر من كده، وده منطقي مع فرق القدرات اللي هو النقطه الاولانيه. في المباراه الثانيه هدف من ضربه، هدفين من ضربتين جزاء، هدف من خطا مباشر من لاعب الاهلي، خطا من هدف مباشر من لاعب الاهلي. فالموضوع منقسم ما بين فرق قدرات، اخطاء فرديه ما بين اللعيبه، وارهاق، وده في رايي منطقي جدا. فهي مش حاجه تخلينا قلقانين على الاهلي في الفتره اللي جايه، ان احنا هنرجع نلغي اول نقطه خالص ونرجع تاني لقصه ان احنا بنلعب مع فرق قدراتنا يا اما متشابهه معاها يا اما الاهلي بيكون لي كمان الكفه العليا فيها. فدي حاجه ما تخليناش قلقانين، عندنا مدافع زي محمد عبد المنعم في رايي ان هو مدافع من طراز عالمي، مش بس يكون موجود في افريقيا، واعتقد انه ممكن يكون عنده فرصه في الاحتراف حتى قريب، مدافع بسم الله ما شاء الله يعني حاجه كواليتي مرعب جدا. فباذن الله الاهلي عنده قدره انه يتفادى ده تاني ويرجع لقصه ان احنا اقوياء في القصه الدفاعيه لما بيكون القدرات رجع التاني والارهاق خف بشكل كبير. احنا مش خايفين يعني، والله فعلا المستوى اللي عليه الاهلي دلوقتي على الماتشات اللي جايه اعتقد
لا انا مطمنه يعني مع الفرق اللي جايه. لا احنا برضو كنا بنلعب فرق قويه جدا. بالظبط بنلعب بطل اوروبا وبطل بالزبط. امريكا الجنوبيه. يمكن انت دلوقتي انت بتقول محمد عبد المنعم، في لعيبه كتير قوي نورت في كاس العالم للانديه، وفي لعيبه طبعا كان عندها بعض الاخطاء الفرديه. خلينا نتكلم عن مين اكتر اللعيبه اللي لفتت انتباهك في البطوله دي وشفت منهم اداء فعلا النادي الاهلي. رقم واحد محمد عبد المنعم صح بلا اي منازع يعني. رقم اثنين حسين الشحات قدم بطوله مميزه جدا. محمد هاني قدم بطوله كويسه لو استثنينا اخر مباراه اللي كان فيها بديل وحصل اللي حصل، فهو اول ثلاث مباريات كان مميز جدا. دول ابرز ثلاث لعيبه. احمد عبد القادر بعدهم على فترات ونور اكتر في المباراه الاخيره قصاد فلامينجو. حمدي فتحي كان كويس ما كانش سيء في اغلب الفترات، وان كان حتى نزوله بديل قدام ريال مدريد كان بشكل مقبول جدا يعني. فدول اكتر لعيبه. اوكي طيب من خلال التشكيل الاساسي بتاع كولر، هند عايز تقولي حاجه؟ لا لا كملي قولي. لا لا سامعاك كملي. من خلال التشكيل بتاع كولر شايف ان كولر الفتره اللي جايه لازم يعتمد على لعيب معين في تشكيله الاساسي؟ يعني مش لازم لعيب معين بس في ملامح واضحه. مين يعني الاساسيين اللي لازم يبقوا موجودين؟ محمد عبد المنعم كده كده موجود بلا اي نقاش. بتلاقي لاعب بيلعب تاني جنبه، شفنا محمود متولي، شفنا ناصر ابراهيم، هيكون في تبادل بينهم. وان كان انا متوقع ان كولر بيفضل اكتر محمود متولي. علي معلول لا غنى عنه، وان كان هيحتاج لراحه على الاقل في مباراه من المباريات عشان عامل الارهاق. الناحيه الثانيه محمد هاني بعد اللي قدمه في اول ثلاث مباريات في كاس العالم للانديه هيكمل، خصوصا مع استمرار اصابه كريم فؤاد واكرم توفيق. يمكن خالد عبد الفتاح هيحتاج شويه وقت كمان عشان هو كده كده مطرود من المباراه دي، فمش هيلعب المباراه اللي جايه قدام الهلال. نص الملعب عمرو سليمان مصاب فمش هيكون موجود بشكل اساسي. دي بقى النقطه اللي احنا محتاجين نشوف هل كولر هيتعامل معاها ازاي. هل هيدخل على طول مروان عطيه لاعب قدام فلامينجو، هل هيكمل جنب حمدي فتحي واليو ديانج؟ قندوس ياخد وقت قد ايه عشان يدخل في المنظومه؟ يمكن نص ملعب الاهلي هو اكتر خط عنده خيارات كتيره، فدي اللي محتاجين نستنى ونقف على مارسيل كولر هيستخدم مين فيهم في الفتره اللي جايه. هل هيعتمد على ثلاثي في الوسط ولا اثنين قدامهم صانع العاب؟ دي الحاجه اللي محتاجه كلام. قدام اعتقد حسين الشحات ما بعد اللي قدمه في كاس العالم للانديه هيكمل بشكل اساسي. بيرسي تاو هيكون موجود بشكل اكبر. المعضله الاكبر هل هيكون احمد عبد القادر يفضل على الناحيه الشمال ويلعب بيرسي تاو يمين ويبقى حسين الشحات على الدكه، ولا بيرسي تاو مهاجم؟ برونو سافيو برده لاعب ما كانش موجود في كاس العالم للانديه، ازاي هيتعامل معاه بعد كده؟ بس في رايي ان اللاعب اللي هيقدم المطلوب منه او اللاعب اللي هيفضل بيقدم كل اللي عنده في الملعب هو اللي هيعتمد عليه مارسيل كولر. شفنا كولر بيستبعد الاول حسين الشحات من التشكيل، بعد فتره رجع لمستواه بقى موجود معاه. كل لاعب بياخد فرصه في الفرقه، اللي بيثبت نفسه بيكمل، اللي ما بيثبتش نفسه بيرجع، ولكن مش بيتم اقصائه بشكل نهائي. عشان كده متوقع ان برونو سافيو ما بعد العوده من كاس العالم هيكون له دور بشكل اكبر حتى لو في مباراه الدوري. وخليني كمان برضو عايز ازود حاجه على كلامك، انه مش بس اللي ما بيثبتش نفسه هو اللي بيقعد دكه، يعني هو اوقات بيقعد فلان دكه علشان متطلبات الماتش، عشان شكل الفريق اللي قدامك وشكل لعب اللاعب ده. يعني خلينا نقول مثلا كهربا كان متالق بشكل كبير جدا، بس شفناه في ماتش ريال مدريد نزل في اخر دقائق من المباراه. غير الاجهاد العضلي، هو برضو دايما كولر عنده وجهه نظر كده، وكنا حتى بنتكلم في حلقات قبل كده ان كولر ما خلاش دكه الاهلي فيها اللي هو انا قاعد دكه، يعني اللي قاعد دكه ومريح. عايزين نروح لافريقيا، اول ماتش الهلال بعده سان داونز، شايف ايه الخطه الامثل لتخطي اول ماتش؟ الاهلي عنده مجموعه صعبه جدا في البطوله، مش حاجه سهله. بنلعب الهلال والقطن وسان داونز، مجموعه مكرره حتى سان داونز تحديدا يعني. أيوة. فالاهلي عنده مباراه صعبه، مهم ان احنا ما نستهينش. يمكن المباراه الاولى قدام الهلال هتكون في غياب الجماهير، فدي ممكن تكون نقطه تساعد الاهلي. كولر المدرب كمان ما كانش موجود في افريقيا الفتره اللي فاتت، يعني ما كانش بيمرن في افريقيا، فدي برده اختبار جديد بالنسبه له. ولكن انا متواثق جدا ان مارسيل كولر قادر ان هو يتعامل مع المباراه دي، كل مباراه حسب هي محتاجه ايه، كل مباراه ازاي بتكون هو الطرف المبادر بالتسجيل. وان كان على الاقل في رايي اول مباراه تحديدا قصاد الهلال هيكون عامل الارهاق، وازاي ان هو يكون بيدور في التشكيله هو يمكن العامل الاكبر اللي ممكن يكون عائق قدامه، لان هو هيهتم بالحاله البدنيه للعيبه، وبالتالي هيهتم بعمل تغييرات عن التشكيل اللي لعب في المباراه بتاعه فلامينجو تحديدا علي معلول. وان كان صعب اشوف علي معلول على الدكه لان مفيش حد يقدر يقدم الاضافه بتاعه علي معلول في الفريق، وبالتالي فانا هكون راضي جدا لو احنا خرجنا مباراه الهلال بنتيجه ايجابيه، حتى التعادل هيكون نتيجه ايجابيه مع الضغط الكبير اللي هيكون موجود على الفريق، الارهاق ونقص الوقت ما بين المباريات. الاهلي بعد كده هيكون عنده مباراه سان داونز، دي اللي هتكون اصعب مباراه في المجموعه، محتاج الاهلي ان هو يفوز بيها عشان يحط نفسه ان احنا خلاص الاهلي قدر يتخطى سان داونز، ان حتى البطوله اللي فاتت الاخيره الاهلي اتغلب من سان داونز رايح جاي. فدي مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا. التعامل مع المباراتين بالذات في قصه نص الملعب،
قصه المهاجم الصريح، دول اكتر حاجتين يا اما فيهم تنوع يا اما فيهم مشكله عند النادي الاهلي، وللاثنين محتاج مارسيل كولر ان هو يشوف لهم حل. من وجهه نظرك شايف مين المنافس الابرز للاهلي للحصول على اللقب؟ صن داونز والوداد، دول اصعب فريقين. صن داونز واحد من افضل فرق تلعب كوره في افريقيا، ولكنها دايما بعد دور المجموعات بتبدا تتحول، فبتبدا تخرج من البطوله بدري، يا اما انها لعبت الاهلي في كذا مره فالاهلي خرجهم، او ان هم لعبوا فريق تاني فاستهانوا بيه او ما ظهروش بنفس القوه وخرجوا. الوداد المغربي عمل تدعيمات اعتقد انها كويسه، ويكون هو اصلا داخل البطوله وهو حامل اللقب يخليه واحد من المنافسين المزعجين في البطوله. يمكن عايزين عندنا نتكلم برضو عن الحاله النفسيه للعيبه دلوقتي. طبعا. وازاي كولر يقدر ان هو يخرجهم من انا شفته في فيديو كده بيوزع عليهم شوكليت او حاجه هدايا قبل ماتش فلامينجو، ودور برضو دورنا احنا كجماهير وجمهور النادي الاهلي برضو انه يدعم الفريق. ابراهيم اكتر حد محتاج للدعم هو مارسيل كولر، مدرب اللي عمل في رايي بطوله ممتازه جدا، ويمكن خسرته بعض التفاصيل الصغيره سواء ما بين المباراه نفسها او ما بين لاعب الاهلي، ودي اللي محتاج اكتر ان هو هيشتغل عليها. انا متاكد مارسيل كولر مدرب يستحق الثقه. ان كنا نختلف معاه في بعض الاشياء زي تغيير لاعب مكان لاعب او تبديل لاعب بدري او كل حاجه، دي وارده مع اي مدرب، ولكن بشكل عام المدرب خرج جزء كبير جدا من اللعيبه دي ان هو يقدر يهاجم فريق ريال مدريد. طبيعي ان ريال مدريد يعني يجي فرص اكتر على الاهلي، ده منطقي جدا لان ده ريال مدريد في النهايه فرق قدرات مرعب، ولكن الاهلي يروح باكثر من 6 أو 7 فرص على ريال مدريد، هو دي الحاجه اللي كنا مفتقدينها قبل كده. فدي حاجه محتاجه دعم كبير من مارسيل كولر. اللعيبه ما فيش وقت دايما في الاهلي ان انت تقف وتشوف هتعمل ايه وتاخد فتره راحه او تقف وتعاقب وبعد كده، لا هو الاهلي دايما راجع من المغرب هيلعب على في السودان وبعد كده هيلعب مع صن داونز في ماتشات في الدوري، فما فيش وقت دايما ان احنا نهد حاجه، خلي الموضوع ماشي من غير ما نتكلم عن لعيبه بعينها، ولكن الثقه دايما تكون في المدرب وقدرته على ان هو يخرج من اللعيبه دي افضل ما عندها، قدرته ان هو لو شايف ان فلان مقصر يستبعده، شايف ان اللاعب ده محتاج فرصه هيديها له، فلان مرهق هيرتاح. فدي حاجه كلها في رايي تبدا من ان دعم يكون لمارسيل كولر في كل اللي هو عايزه، سواء من ناحيه الصفقات حتى في الصيف لما يجي الصيف إن شاء الله. او حتى في الفتره الحاليه من التعامل مع اللعيبه او مع الاجهزه الفنيه. بالكلام عن الصفقات، انت شايف انه الفريق محتاج صفقات في انهي مركز؟ يعني مين ايه اكتر مركز من وجهه نظرك احنا محتاجين ان احنا ندعمه بصفقه قويه؟ قلب الهجوم بدون اي نقاش. الاهلي محتاج مهاجم قادر ان هو يخلص الفرص اللي بتيجي للاهلي، عشان الاهلي ما يعانيش في فترات كتير سواء في الدوري، فرق بتتكتل قدامك فانت محتاج ان انت من نص فرصه تجيب جون، فرق بتهاجمك فانت محتاج لما تروح بمرتده تجيب جون، في كل تفصيله هتلاقي دايما الفرق الاول والاكبر هو المهاجم. بس قلب الهجوم ده اهم مركز الاهلي لازم يدعم. وفعلا يعني الاداره وكده بنحاول ان احنا ننفذ الصفقه دي، بس للاسف ما كانش في وقت ان ده يحصل. طيب محمود، انا عايزاك تكلمني برضو عن الماتش الاخير، نقول شويه ايجابيات حصلت. يعني عايزين نتكلم عن احمد عبد القادر كده ودوره الايجابي جدا اللي كان في الماتش. هي اكبر ايجابيه في المباراه فعلا كانت احمد عبد القادر. يعني يمكن احمد عبد القادر تلقى انتقادات كثيره في الفتره الاخيره بسبب يمكن الفرديه الزياده، بسبب ان هو مش قادر يكون مؤثر مع الفريق، ولكن في ماتش زي ده ظهر بشكل كويس جدا، سجل مره وسجل الثانيه، وهو محتاج ده هو نفسه نفسيا خلاص. الاهلي خرج وخسر المركز الثالث، ده اصبح من الماضي، المهم ان احمد عبد القادر نفسه يبني على الكلام ده بحيث ان هو ما يوقفش مكانه او ان هو يبدا يخسر مكانه، لا هو دي حاجه تخليه دفع اكبر ان هو يحافظ على مكانه الاساسي في الفرقه، ان هو ازاي يتعامل. محمد عادل واحد من ابرز المواهب اللي ممكن نشوفها، ولكن دايما الانتقاد على تصرفه والكره معاه او قراراته في الملعب. لو اتحسنت القرارات دي، وده اللي حصل في ماتش فلامينجو واللي هو محتاج يبني عليه، اعتقد ان الاهلي هيكون كسب لاعب جديد في الفريق. الاهلي محتاج لاعب في الناحيه دي، ما لعبش في الناحيه دي غير عبد القادر وطاهر الاثنين. طاهر كان كمان لسه جاي من اصابه يلعب على الناحيتين. فالاهلي فعلا محتاج ان يكون في لاعب مهاري في الجبهه اللي فيها علي معلول عشان يشكلوا الثنائيه اللي احنا مفتقدينها من فتره طويله. نرجع بقى للدوري، احنا برضو عندنا مشوار لسه في الدوري، بس الحمد لله ان فارق نقاط كبير جدا. شايف ازاي مشوار الاهلي في الدوري بعد كل ضغط المباريات دي، وبعد افريقيا هتروح تلعب الهلال وتمشي مشوارك في افريقيا وترجع تلعب في الدوري والكلام ده كله، شايف ازاي مشوار الاهلي في الدوري والكاس كمان؟ الاهلي في السنتين اللي فاتوا لما كان بيروح كاس العالم للانديه كان بيرجع دايما وهو ماشي كويس في الدوري، قبلها بيبدا الانهيار ما بعد الرجوع من كاس العالم للانديه للاسف. فدي الحاجه اللي هي الاهلي محتاج يقف عندها. اتصور ان اللي عامله مارسيل كولر في الفتره الاخيره وجود عدد كبير من اللعيبه موجود على الدكه في مراكز معينه يقدر يدور ما بينهم، وهو بدا ده اوريدي حتى في كاس العالم للانديه، اعتقد ان هو قادر ان هو يعدي بالاهلي المرحله دي.
لان هو بقى في عدد مقبول جدا من اللعيبه، مش عايزين نقول برده كبير عشان الموضوع ما يبقاش اكبر، لكن عنده عدد مقبول من اللعيبه يدور ما بينهم، عنده رفاهيه ان هو يدور في 3 أو 4 مراكز كل مباراه، فده يغنيه عن المشكله اللي احنا كنا فيها دي. ولكن تظل برده المشكله الثانيه هي مشكله انهاء الفرص، دي المشكله الثانيه اللي كان الاهلي برده بيعاني منها السنتين اللي فاتوا بجانب الارهاق، واللي ان شاء الله نقدر نتغلب عليها بوجود اكتر من لاعب يبداوا يبقى يخلقوا جو من المنافسه بينهم وبين بعض على مين اللي يكون حاجز مكانه في التشكيل الاساسي. يعني شايف الحل في دكه الاهلي؟ اه، ان انت عندي انا ما عنديش ارهاق، فمش هجيب لعيبه كتير بسبب الاصابه، دي نقطه اولانيه. عندي لعيبه بتنافس بعض، فلو في حد فيهم شايف ان هو مكانه محجوز في التشكيل، لا مفيش حد مكانه محجوز في التشكيل، لو انت قصرت ماتش او اتنين في حد غيرك هياخد مكانه، فدول النقطتين مع بعض هيخلوا الاهلي باذن الله قادر يعدي المرحله اللي جايه. ان شاء الله. برضو عايزينك تكلمنا في كاس مصر برضو، يعني عايزينك تكلمنا عنه كده. الاهلي لسه الاهلي في انتظار تحديد موعد المباراه النهائيه، المباراه طبعا هتكون صعبه، بنلعب بيراميدز فرقه مش قليله، طبيعي الاهلي في كل مباراه بيدخل دايما عشان يكسب المباراه، فاتصور ان وقت تحديد الموعد النهائي هيكون الاهلي ساعتها تخطى جزء مش كبير من مش قليل قصدي من دوري ابطال افريقيا. دايما التركيز شهر فبراير تحديدا على افريقيا، لان ما بعد تغيير النظام الجديد في انها تبدا في 9 وتخلص في شهر 5، فدايما شهر فبراير بيكون فيه كل دور المجموعات تقريبا، وبالتالي في التركيز الاكبر اتصور ان الاهلي هيركز على دوري ابطال افريقيا بالزبط. ما بعد تحديد ميعاد نهائي كاس مصر طبعا الاهلي مهم ان هو يستعيد البطوله دي لانه خسر لقبها السنه اللي فاتت، فمهم جدا استعاده لقب البطوله دي بالنسبه للاهلي. اعتقد ان الفتره دي كمان هي مصلحه لينا، احنا بنعرف كل المشاكل، بنعرف كل العيوب علشان نحلها ونخلصها ان شاء الله على طول. بالظبط، وانا واثق جدا في الكولر ان هو يقدر يتخطى يتخطى الموضوع. احنا كمان واثقين فيه وفي لعيبتنا كمان. بنشكرك جدا، احنا بنشكرك جدا، نورتنا جدا. ربنا يخليك يا ميا، شكرا جدا. دلوقتي خلصت حلقتنا، هنروح لفقره استشاره طبيه بس هتكون من حلقة سابقة. استنونا بكرة في حلقة جديدة ومواضيع مهمة جدا. سلام.